أنا أقول لرئاسة مجلس النواب ماشية وماشية بإدارة جيدة، وإحنا كمكون شيعي نحب دينا ونحطها على قصصنا، عيد الغدير وقانون الحشيد وتعديل قانون الأحوال الشخصية، ونشرع القوانين اللي تخدمنا. أما أنتوا يا أبناء المكون إذا فعلا عندكم إيثار هيجي، يا زعامات المكون إذا عندكم فعلا يهمكم امر جماهيركم، بس بنفس الوقت اكو فشي اخر، يعني اكو فشي اخر، يعني قانون العفو العام هم مطلب سني هم مطروح على الطاوله، ما مطروح ما يخالف. انا اقول وهذا هسه انت تعتقد هيك، خلينا نجي نحكي بتجرد دكتور. انت تعتقد مثلا لو يجي تساوم احدى الكتل السياسيه تريدين رئاسه البرلمان، لو نقر لك قانون العفو راح يختارون قانون العفو ويقولون والله جماهيرنا؟ ابدا. أجزم وأقسم بأن هذه الكتل السياسية التي تدعي تمثيل المكون السني لن تفرط برئاسة البرلمان وتختار قانون عفو.